الله يرضى عليك يا بنتي، فكي لي الله يرضى عليك. ايه تكرم عينك اخي. ايه بابا شلون شايف حالك هلا؟ الحمد لله الحمد لله يا بنتي. ايه بابا ما قلت لنا، عجبوك الشباب؟ الله يسلمهم لاهلهم يا بابا، كلهم لهفه وحنيه ما وشهامه ورطف وذوق ما. ايه طولوا بالكم شوي، شبكم هدوا اللعب، بابنا نسال عنهم وعن اهلهم. شو بدك تسال يعني؟ ما بكفي خطبونا وحكوا فينا من دون غايه؟ شلون يعني؟ يعني من دون ما يعرفوا انك ربحان ورقه يا نصيب، يعني على فقرك وتعتيرك. ليش الفقر عيب يا مرح؟ لا بابا مو هاد قصدي، قصدي موظف. مبسوطة؟ كتير. أحياناً حتى لحظات الوداع فيها حزن، فيها شعور غريب، شعور بالهزيمة. أحياناً حتى إحساسنا بالهزيمة في طعم السعادة. هزيمتنا خارجة عن إرادتنا، هزيمتنا من واقعنا. شايفة سخرية القدر؟ أنا حاب أعيش معك أنا وولادي، وأنت ما بدك ولادي. حاب كون معك ورجع مرتي، أنت بدك وهي ما بدها. وشي بيضحك؟ غريبة هالحياة، ما ممكن تترك الإنسان عايش سعيد طول عمره. نحن كبرنا وكأنه كل ما كبرنا بتزيد مشاكلنا. السعادة صارت مثل السراب قدامنا، كل ما حاولنا نقرب منها بنلاقيها بعيدة. يمكن هذا يكون آخر لقاء بيناتنا. ما بتعرف، يمكن يتكرر. ما بتعرف شو مخبيت لنا الأيام. أنا بعترف أني فشلت أني أبني أي علاقة مع أي إنسان تاني غير زوجتي. أنا لسه عندي أمل، وهذا الأمل هو اللي عم يعطيني إحساس بالتفاؤل. أنا لسه ما انتهيت، طالما أني إحساسي حي وطالما أني عواطفي ملتهبة معناتها أنا موجودة بالحياة بقوة. طالما أنا عم أقرأ، طالما عم أكتب شعر، وطالما عم أقدر أحب وأعطي معناتها أنا موجودة بهالحياة بقوة. رح ودعك وكل أمل. صدقني لما حبيتك كنت صادقة بمشاعري. أنت أيقظت شعور دفين كان نايم جواتي. أنا مالي ندمانة لأني حبيتك، وهلأ حاسة حالي عم حبك أكتر. ليلى اجى لعندي ابو حدو وطلب منا نحسم الموضوع. اي وشو قلت له؟ والله قلت له شرف انت امك، لبسوا الشبكه واكتبوا كتابك. وايمتى بده يجي؟ بكره المساء. شو بكره؟ ما بدي احضر حالي؟ لك ايش شغله ما بدنا تحضير ولا شيء، ما في حدا غريب، هو امه وانا واختيك. واختي مات. الاميره ديانا. ومنو هي الاميره ديانا كمان؟ اخت ابو حدو. قال مو قبلاني فيلي كبير عليها. منيح اللي اجت على رجليها، تعرف لك ابو سعده الله من فوق بيحبك، منيح اللي طلعت منه مو منك، بركي هيك الله كاتب لك اسمه ونصيبه بنته لابو زهدي. بنته لابو زهدي؟ ايه بنته لابو زهدي، المعروف اللي عملته معه اخ لاخوه بهالايام ما بيعمله. وبركي ما ابي هددوا هددوا انك بتكذب الخبر بالجرايد وبتفضحه كمان اذا ما عمل اللي عم تقله عليه.
شو هالحكي لك اختي؟ شو شغلة ولاد صغار؟ ساعة بدي وساعة ما بدي. كدي انتي، انتي ضرب هالطينة بهالحيط. وهو كذلك. هذا صوت شخيره لابريان. مثل اسمان خاطره المطلوب. اسمعي خالتي، اسمعي، خذي هاي الحمرة وهي المناكين، تقدري يا شاطرة تفوتي على روس أصابيعك وتدهني له حواجبه وعيونه. روحي روحي، اسمعي تعالي أقول لك. لا تحكي كمان، استنيني، حطي هذا الوجه مشان إذا فاق تتخرط مصاريه ويموت من الرعب. وحدي يا هلا شوفي هذا بيصدق، ما بيعرف انه في وشوش هيك. داري تعبي، لا تخافي اعملي له هيك. ما يفيق، يلا شوي 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 شوي. يا ام وسيم يا بدريه، لك يا بدريه. خير خير، شوفي لك تعوا بعد ولادكم عني لسه فاتين طالعين على الغربه لعند مني، كل واحد عم يلعبني شكل. مين فات لعندها؟ فصعون صغير حاطط على وشه وش مرعب، حيزبطني. تصوري كان عم يلعبني بشواربي. ابو رياض نعم، لتكون شايف منام؟ لا 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 بعيني هي شفته من هلامة. لا 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 شوف واحد الله. ابو رياض والله اللي بيسمعك بيضحك عليك، الاولاد نايمين بسابع نومه، مين سهران لهلا؟ الاولاد عندهم مدارس بكره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني مو مصدقني يا ابو رياض؟ لا لا ساده ساده يا رعيل، يمكن انا شايف منام، يمكن. برافو عليك، يلا روح كمل نومك. اي حاضر انا بأمرك، تصبحي على خير. مين بده يخيط له بيجامته بالفرشه؟ انا. لا انا لا انا 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 ما خليك. طيب هالمره دور فهيم، هالمره فهيم تعال بس بنص اسبوع. ايه كمان احسن احسن. ايه شمس تاخذ هذا حطي له شو؟ ليه هذا الوش؟ هاي عيني. Mamma, kus.
حبكم يروح حبكم بزحق المرجي لما بتنشني تروح خنق إلهي. لا اليوم عوفي يلا حاجته اليوم بعدين انتوا تاخرتوا بكره عنكم مدرسه يلا يلا نوم 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 نوم. وينه مو مبين ان شاء الله شوفي حتى يفسخوا بالصيف شوفي لي هيك الفرعيه هون مو شو لا تعدي تعي ماما تعي الحمد لله. كيف امك وابوك ما تصالحوا؟ لسه ما لهم ناويين يتصالحوا؟ ما عم نفهم عليهم. طيب انت مو كبير اخواتك؟ بلا صالحهم مع بعضهم. عجزنا انا واخواتي ما في خواص. شو ناوي تدرس بعد البكالوريا؟ ما بعرف بجوز ما اكمل. معقول تترك وما تكمل للجامعه؟ صاير عم بكره المدرسه وبكره افتح كتاب وبكره المدير والاساتذه. لا اوعى اوعى تخلي هذا الشيء يسيطر عليك. أصلاً الشيء الوحيد اللي بينفعك بحياتك هي المدرسة، خاصة بهالوحدة اللي أنت فيها. هذا مستقبلك ما حدا بيقدر يعبث فيه، بس إذا أنت تهاونت فيه بتضيع الحق حقيقي. عم تحكي كلام وحدة أكبر من عمرها. قساوة الظروف اللي عم نمر فيها عمقت تجربتنا على صغر، نمت معرفتنا. ماما شو بتشتغل؟ ماما مدرسة تربية وعلم نفس. بابا مو فاضي لنا، أو بالأحرى بسبب خلافات الدائمة مع ماما، بضل بعيد عنا. لذلك نحن قرار كثير من ماما. نستشيرهم، نتحدث معهم، نتناقش نحن وياهم. أنسة سما، عندكم تليفون؟ طبيعي. بصير إزعاج إذا أعطيتيني إياه؟ أبداً. وعندك مانع أصير أحكي معي؟ أبداً ما في مانع، أصلاً أنا قلت لها ماما عنها. قديش الرقم؟ سجل عندها. طلعي منيح هذا هو شيء؟ لا اصلا حظه كبير اللي ما بين اليوم شغله فاضيه مين بعرف لا حبيبتي ما لازم نسكت له يلا ماما فوتي على مدرستك طيب يلا بدك شيء؟ لا سلامتك نسيم ليكي اليوم الظهر جاي خالتك تاخذك من المدرسه لا تطلعي لحالك حاضر ماما اكيد ها يلا حبيبتي بدك شيء؟ سلامتك مع السلامه شو هذا؟ إيه؟ الله يرحمك يا أبو زهدي رحمة الله عليك مو معقول يا جماعة ما في شيء أبداً ما في شيء أنا شفته بعيني مبارح كان واقف على موقف الميكرو شو هالحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لك شو هالدنيا؟ رح حزت من عيون الناس بعد محولة كان ورقة يا نصيب شفتي ما تهنينا بالمصاري لا انا ولا انت ولا هو بس بتعرفي اجت من حظ اسهرته اللي بدهم ياخذوا بناتهم هلا قبل ما نفكر باسهرته وبالورثه خلونا نفكر شلون بدنا ننظم بعضنا ونروح لعندهم على البيت انا برايي خلي الرجال يروحوا على الجنازه وبكره النسوان بيروحوا على العصريه صباح الخير صباح النور خير ان شاء الله رايا يا استاذ مجدي راجو مكتوب على اللوحه يا حول ولا قوه الا بالله الأمر إلك إن شاء الله يا أستاذ مجدي
شو هالخبرية المزعجة هاي من عند الصباح؟ شايف يا أستاذ مجدي شايف، إيه يعني الواحد ما له أخذ معه شيء، البني آدم ما بياخذ معه إلا العمل الصالح. يا جماعة ما كن شايفين صيغة الإعلان المنطقة؟ شلون يعني؟ أولاً ما في ورقة نعوة، ثانياً عم يقولوا وقع من على الحصان والطحمش طحمشة، ما عم يقولوا توفى. بس كاتبين المأسوف على شباب وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب مين الوضع الإعلامي؟ أبصر. أنتوا سألتوا أبو وسيم شي؟ لسه هلا وصلنا وقرينا الإعلام مثل حكايتك. طيب أبو سعد وينه؟ ما شفنا. طيب تفضلوا يا جماعة، خلونا نفوت لعند أبو وسيم وناخذ منه التعليمات. شرف. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. غضب والله غضب مثل الزهرة. تفضل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخيرات. خير ان شاء الله. العمر لك ان شاء الله. يسلم عمركم. مين؟ ما قريت النعوي. لا والله. مين؟ رحمة الله عليك يا أبو زيدي. شو هالحكي إمتى؟ ما بنعرف، هو امبارح هو اليوم الله أعلم. بقي بحياتك إن شاء الله. نحن أجينا لعندك لحتى نشوف شو بدك تعمل. الحقيقة تربطت إيدي بالخبرية. أنتو شلون دريتو؟ ما قريت الإعلان أستاذ. أنو إعلان؟ الإعلان اللي ملزق جنب لوحة الإعلانات. لا والله أنا ما طلعت من المديرية، كنت نايم هون. يسهر أهلي مو ملاحقين يلزقوا ورقة العمل، تاركين إعلان خط الإيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. المسكين ما تهنى في 15 مليون. شو توجيهاتك هلا معلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حسان مسك هي 200 ليرة وبتلم من بقية الموظفين، كل واحد شو بيطلع من خاطره، تشتري كم بوكيه ورد كبار وتاخذ ميكرو من المرأة وتحط الوردات على الميكرو. سيف امرح معلم، رح احط لك بوكيه كبير باسمك على واجهة الميكرو، والباقي رح نعملهم باسماء الموظفين ونحطهم على الشبابيك. خير ما بتهمني، وخلي ابو سعد يساعدك. ابو سعد وينه؟ ما بين اليوم. يا ستار الله يبارك لك يا مرعي، حلي سنونك. يسعدني اوقات على ابو صبحي. خذ هاي خسكارك تبع اليوم. لا تقرب لهون، رجع معاليقك لسحارتك. اوف ليش ما؟ يا الله لا يوفقك غشاش، كنت خربت لي بيتي. خير ان شاء الله. شو في؟ غشم حالك عن المعاليق اللي جبت لي اياهم الجمعه الماضيه، ولو ما طلع موظف التموين بيقربها لمرتي كنا رحنا فيها 3 اشهر سجن. صدقني لهلأ ما عرفت عن شو عم تحكي. ولك مو عيب عليكم تبيعوا الناس معاليق مدودة؟ نحنا؟ انتوا لكان نحنا؟ لك ما بتخافوا الله؟ لك يا ويلكم من عذاب الآخرة. صدقني يا أبو صبحي ما عندي علم، أنا عم جيبهم تازة من المسلخ. عم قول لحالي ليش عم تبيعوا أرخص من السوق؟ تاري المعاليق مدودة، قال يا مسترخص اللحم عند المرأة تندم. أخي أبو صبحي كم معلقة طلع عندك مدود؟ 2. بسيطة أبو صبحي، جايب لك 2 بدالون وما بدي حقهم. ما بدي، غناني الله عنك وعن معاليقك. إيه أمرك أبو صبحي. هلا 25 ورقة مساهمة بواجب إنساني لزميل إلنا، ما معك تدفع؟ لا ما معي، 25 ورقة بشتري فيها ربطة خبز لأولادي، بقى مين أبدا؟ أولادي ولا أبو زهدي؟ الله يرحمه، هلا ما بيجوز عليه غير اللحم. أعطينا منك أبو سامير. على عيني. تفضل. هي 50 ورقة والله يسامحه ويسمع عنه. شو ها؟ هلا محاسب إدارة أضرب قطرة، ما طلع من خاطرك إلا 50 ورقة؟ شو بها ال 50 ورقة أخي؟ الله يرحمه لما كان عايش ما كان يمسح على إصبعك مجروح. يا جماعة يا جماعة بدنا نبيض وش مديريتنا قدام العالم، بدنا نظهر لأهله قديش هو كان محترم وقديش هو كان محبوب، بدنا نظهر للناس قديش نحن موظفين متماسكين ومنحب بعضنا. والتماسك ما بيبين الا بباقات الورد، والله الورد كله ما له طعمه يا جماعه. ضروري تبعتوا له 5 اكاليل ورد.
لك انا شو بدي ابعث له؟ يا اخي بعثوا له عرق انقاس بيمشي الحال. طفوا عرقين دفلي من حديقه البلديه وزينوا فيه الميكرو وصلى الله وبارك. يخرب بيت قلبكم، إيه قطعتوا ايدكم وشحتوا عليها؟ امشوا امشوا يا جماعه امشوا. علي الحلال لبيع سوارتي وبعت له احلى وردي ليفي. علي ما علي لطالع له احلى جنازه بهالبلد، تفضلوا. يلا بابا افتحت امك. حاجتي بابا حاجتي، ما عاد اقدر. هي رابع بيضاء. الله يخليك بابا، بس هي بس هي، ما سمعت شو قال الدكتور؟ لك على عيني، بس البيض تقيل بابا تقيل، بخاف يرفع لي الكوليسترول. بابا انت لازمك كلس مشان يحمي الكسر. طيب بشرب حليب. بابا مو بس حليب، شايف العسلات هدول؟ كلهم بدك تاكلهم. ولي كلهم؟ ايه كلهم، حدا بصح له ياكل موز وعسل وحليب وبيض وبيتدلى. امريكا. وين أختك مراح؟ راحت على الوظيفة. أعطيتيها التقرير الطبي حتى تاخذ لي على المديرية وتعمل لي إجازة؟ يبعت لي حمى، نسيت أعطيها إياها، هلأ بساوي البيت وبروح بقدمه أنا. بس قبل ما ينتهي الدوام الله يرضى عليكي. تكرم عينك، افتح تمك. سائر الفرشة وليه بيه وضعت الله واحد يكون حالي حالي الله لا يوفقكم أرجو ساهمني يا رب ساعدني بدي أقوم من الفرشة. مخيطني بجانب الفرشة دفع رب الله لا يوفقكم يا أولاد ما يموت يغرب بيت مثلا أنا وياب يكشف فيه نفدت وحيد أنا فرجي أنا ما بتنجح هذا أنا الله لا يوفقكم يا أولاد بيكم بسيطة أنا ألكم الصباحية حابة استغل جو الرواق اللي نحن فيه ونحكي بأمور بتخصنا كلياتنا. ماما انت بالفترة الأخيرة بعدتي عنا كتير كتير من دون ما تحسي. مزبوط ماما، صرنا نشتهي نقعد معك ونحكي معك لدرجة صرنا نخاف نسألك وين رايحة وين جاية. كل إنسان بيمر بظروف صعبة بتخليه يبتعد عن الناس وينفرد لحاله. بس ماما نحن مو ناس، نحن أولادك. مزبوط، الله يلعن الشيطان. أنا مريت هيك شوي بظرف خاص وهلأ طلعت من هالمحنة اللي كنت عايشة فيها، وبصريح العبارة أنا فكرت مطولاً بالقرار اللي وصلنا له مؤخراً، ووجدت إنه هالموقف مو بس رح يقسم ثروتنا، رح يقسم عواطفنا ومشاعرنا كمان. لذلك وبما أنه عملنا عملية حصر الإرث وكل واحد منا عرف شو إله، أنا بقترح إنه نخلي ثروتنا مع بعضها حتى نحن كمان نبقى مع بعضنا وما نفترق. لا ماما، اللي صار صار وخلص، انت اخذتي حصتك ورنا اخذت حصتها، بس عن بعض ما رح نفترق. انا بتجوز وبضل ساكن عندك. ورنا؟ رنا بتروح عبيت جوزة. وانتي ماما؟ انا رح اضل معكم، وفكرة الزواج اجلتها او شو؟ غضيتي نظر عنا؟ على القليلة مؤقتا. لايمتى يعني؟ خلينا نفرح فيكم بالاول. شادي بدي منك تحدد موعد عرسك بأقرب وقت ممكن، وانت يا رنا اتفقي انت وعادل مشان تحددوا موعد عرسكم. صار لازم نفرح بقى، صار لازم نطرد الأحزان من حياتنا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات. يا جماعة رح يقدم الظهر، خلينا نلحق الجنازة قبل ما تطلع. يلا انتوا سبقونا، انا يا بلحقكم على البيت يا بلحقكم على التربه. طيب يلا بسرعه. فان زللتم من بعد
بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل بابا أنا ساويت البيت وهلا بدي اجيب لك معي جرايد عشان تتسلق. الله يرضى عليك يا بنتي، يعطيك العافية. رايح اودي لك التقرير والإجازة على الشغل. طيب شو بدنا نتغدى اليوم؟ رح جيب معي فرج وصحن مسبحة وصحن متبل، ما لحقت اطبخ اليوم، المساء بطبخ عن بكره. الله يرضى عليك. تأخر الأستاذ ميمون. ما هيك؟ شو رأيك نعمل له تليفون؟ إيه والله جبتها. أكرم روح عملنا تليفون أبو. أها ليكو كأنه وصيل. مرحبا يا شباب. أهلين أستاذ ميمون، تأخرت. ماني شارم ريحة موت ابنه ولا ملزق وراء نعوي. تكون الجنازة طلعت وخلصت. لا لسه لهلا ما أدن الظهر. ها هاي بنته هلا بنسألها. هون أهلين وسهلين. البقية بحياتك إن شاء الله. خير بمين؟ بالوالد. الوالد شو عم تحكي أنت؟ منين جايبين الخبر؟ المديرية مطبولة فوقاني تحتاني. ليكو بابا قاعد جوا. لكن منين إجا الخبر؟ أنتوا علقتوا شي إعلان على باب الدائرة؟ امبارح كنا معزومين على الغدا بمزرعة خيل، بابا حب يركب على الحصان، قام الحصان هرب، وقع بابا وانكسرت رجله وايده. ومنين وصل الخبر للمديرية؟ أنا خبرت أبو سعدو على القهوة امبارح بالليل، وقلت له يترك خبر بالمديرية إنه بابا تعبان وبده إجازة يومين ما قدران ينزل على الشغل. والله يعطيك العافية أبو سعدو. آمين آمين شباب. يا رب. فكوا الورد عن السيارة. ليش معلم؟ بدنا نزور أبو زهدي ونطمن عليه، معقول نفوت وإيدينا فاضية؟ يلا حسام. يلا شباب يلا. الله يسلمك. شفتك على بكرة جيتي معك دورية الدراسة، هلا ما رح تلبسي الهيدي. امشي بطريقك يا قليل الأدب. تسلم لي الحلو. واحد اثنين واحد اثنين أنا وياك يا حبيب العين، شهر شهرين سنة سنتين، مش رح أقول لك رايحتي. زعل ما عرفت المفهوم. أنا بدي ربيك اليوم. مين وأنت تركيني؟ مين وأنا؟ امشي قدامي على المقطع ده. امشي امشي قدامي على المقطع. تركيني ما حكيت شيء. ما حكيت شيء؟ احكي هالحكي من المخفر. نسيم روحي على البيت اللي لامك، انا اخذ هالمغضوب على المخفر. روحي. سلامتك. سلامتك ان شاء الله يا ابو زهدي. الله يسلمك. اهلا وسهلا. الله يرجع لفيك يا ابو زهدي. الله سلامتك. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا وشرفوا. شكرا. اهلا وسهلا. ان شاء الله لك شر ان شاء الله. خير؟ شو القصه؟ تاري المغضوب ابو سعدو حاطط اعلان على باب المديريه انك متوفي لا سمح الله. وهذا الورد كله يلي جايبينه مشان تحطوه على ابري. بعيد الشر عن قلبه، الظاهر في سوء تفاهم او مسحه سمجه من مسحات ابو سعدو. بس لازم توقفوا عند حده يا استاذ ميمون، الامور كتير زادت عن حدها. ان شاء الله رح ينال عقاب محترم على هالمسحه. المهم الحمد لله على سلامتك. الله لا يخليك يا ابو جهدي، صدقني المديريه كلها حزنان عليك. وأكتر شي الصبايا عما يقتلوا حالهم ويبكوا. سيدي الحمد لله يلي الله كتب لك عمر جديد. لكان اتصل الخيرية وخبرها ان القصة مسحة وانه ابو زهدي حي وكسر. الو اعطيني خيرية. الو نعم يا خيرية. دفنتوه؟ العمر الكم ان شاء الله. اسمعيني وما تخطفي الكباية من راس المعون. أمر بتخبري كل الموظفين إنه أبو زهدي حي نرزق وموجود بالبيت، وقصة موته سوء تفاهم ومسحة غليظة من أبو سعدو. شو هالحكي؟ الله يبشرك بالخير على هالخبرية. الحمد لله على سلامته. خير إن شاء الله. شو صاير؟ ألف مبروك يا جماعة، أبو زهدي عايش، أبو زهدي ما مات، الحمد لله على سلامته. ألف مبروك إلنا يا جماعة. يلا لشوف يلي بتحبوا تمشي معي. لوين؟ بدنا نروح نبارك له بنجاته. خلاص ولا أنا ما بكذب، مو كل يوم تربط لها باب المدرسة وبتلطشها حكي. مبارح ضربتها على وشها بالشنطة واليوم. صحيح الحكي؟ لا سيدي مو صحيح.
لك مو هلا كنت رابط له قدام باب المدرسه؟ صحيح هالحكي؟ لا والله سيدي، كنت عم اتسلم. ها؟ وتسلاي باب صغير قدام باب مدرسه البنات؟ بأنه ثانويه انت؟ ثانويه عبد الرحمن الداخل. وليش ضربت لنسيم بالشنتايه؟ ما ضربتها كذابه. وين البنت يا ست بدريه؟ راحت على البيت. بدي اياها، بدي واجههم مع بعضهم وشوف صدقهم من كذبه. هلا بدك اياها؟ اي نعم. هلا بروح بجيبه وبيجي، بس لا تخلوه يروح. وين بدي اروح؟ هذا موقوف حتى تجي بنتكم ويجي ابوه. ابوك شو بيشتغل؟ بابا مسافر. مين ولي امرك لكان؟ ماما. بدها تجي امك كمان. لساني عاجز عن شكر الجميع على هاللهفة والمحبة. ما كنت بتصور اني عزيز وغالي على قلوبكم كل هالقد. على كلين الله يقدرني على مكافاتكم جميع، ومثل ما بيقولوا عمر الشقي بقي. الله لا يدوقكم الركبة على حصان، والله ما بشتيها لعدوي. مرحبا عمو. اهلين. شو طلعت جنازة؟ انا جنازة؟ جنازة ابو زهدي. ما في لا جنازة ولا شيء. انت بالحارة من هو؟ ايه. وين ساكن؟ بعيد بناية. معناتها ما في جنازة؟ لا، بس هلا شفت عالم كثير اجوا وفاتوا لبيت ابو زهدي. يا لطيف. رح ليك، رح ليك عمو، رح ليك. انه ابو زهدي بعيد الشر عن قلبه انتقل الى رحمته تعالى. طول عمره صاحب مشاكل ومقالب. هلا قبل ما تهاجموني ما بكون تفهموا شو القصه؟ شو القصه؟ امبارح المخلوقه تلفلنتين من المستشفى لما كنت بالقهوه وقالت لي بابا كيت كيت، مزبوط ولا لا؟ ايه مزبوط. حملت حالي ورحت على المستشفى، سالت الاستعلامات وين غرفه ابو زهدي؟ قالوا لي اعطاك عمره، خرجوه اهله واخذوه. قمت رحت اليوم بكير على المديريه وعلقت الاعلان مشان رفقاته يقوموا بالواجب، وين الغلط؟ بالظاهر في واحد تاني متوفي اسمه ابو زهدي كمان. هلا وينك من الصبح مباين انت؟ والله كنت اخذ اجازه ساعيه. من مين؟ منك. مني انا؟ انا ما وقعت لك اجازه. يا اخي اجيت الصبح لقيتك نايم، ما حبيت ازعجك وفيقك، قمت اخذت اجازه ساعيه من حالي ضليت ماشي. وينها؟ لاعطيك اياها بقى لي اياها. اعتبر حالك وقعت لي اياها. ايوه. الو مرحبا فرح. اهلين. مين؟ انا ام وسيم. اهلين ام وسيم. العمر لكم ان شاء الله. يسلم عمرك، بس بابا ما مات، ليكو حي يرزق. في سوء تفاهم بالموضوع، في واحد تاني غيره هو اللي مات. عن جد؟ ايه الحمد لله على سلامته. دخيل عينك، ابو وسيم عنكم؟ ايه نعم. تعطيني اياه بالله؟ ايه طبعا، تفضلي. تفضل ابو وسيم. ألو. أنا بمخفر الشرطة، في ولد متعدي على بنتك نسيم بالطريق وطالبين ولي أمره. طيب طيب جاي فورا. دخيلك يا حضرة الضابط السامحة، وأنا بوعدك إنه ما يعيدها مرة تانية. الموضوع صعب، في تحرش وفي تعدي، إذا أنا سامحته بجوز أبوها ما يسامحه، بركي بده يضيع عليه. شو يعني؟ يبين حبس يعني؟ طبعا، فيها محكمة وفيها سجن أحداث. الله يخليكي، يخلي لك شبابك، يخلي لك ولادك. انا مره وحدانيه وما عندي غيره هالصبي. ابوه مسافر وعم يبعث لنا مصاري لننستر فيها. الله يخليكي تسامحي وتعفي عنه.
ابنك يا مدام لازم ترباية، يعني إذا نحن سامحناه هلأ بجوز يتطول بكرة عليها أو على غيرها، نحن شو عرفنا؟ ربي مثل العالم والناس. الظاهر أنت مطمعتي وعاطيتي وش أكتر من اللزوم. والله يا أختي ما عم بقدر عليه، مرافق لي كم واحد أزعر بالحارة وما عم يرجع على البيت إلا آخر الليل. صباح الخير. أهلا وسهلا. أنا والد الطفل نسيم. خير بابا، مين ضاربه؟ أنت؟ من فضلك يا أستاذ ميمون، نحن اللي بنحقق هون. بعدين هذا الولد له فترة بيتعرض لبنتك ومبارح ضاربها بالشنتاي، بتحب تدعي عليه؟ أنت شو اسمك؟ رامي. بالمدرسة؟ يا سيد ميمون، برجع بقول لك إنه نحن اللي بنحقق هون. السؤال، بتحب تدعي عليه ولا بتحب نخلي أمه تعمل له تعهد إنه ما يعيده مرة تانية؟ لا هيك واحد أزعر بيتعرض للبنات بالطريق، لازم حبس. دخيلك يا أفندي، الله يخليك. أنا مرة وحدانية وما عندي غير هالولد، إذا حبستوه بتضيعوا له مستقبله. هذا هو قدامكم، اضربوه واسلخوا له جلده، بس لا تحبسوا، بيضيع مستقبله. الله يخليكم. ما بقبل إلا ينحبس حتى يتربى يبطل يتطاول على بنات الناس. أستاذ ميمون، شفتك تفاجأت لما شفت بنتك هون، شو بالظاهر مو عايش معهم بالبيت؟ نحن متطلقين وكل واحد عايش بالبيت. طيب شو بتحب نعمل هلا؟ معلش بابا انا سامحته، حرام بلا ما يضيع مستقبله. يا حبيبه قلبي يا بنتي روحي، الله يوفقك وينجحك يا رب. وانا بوعدك يا حضره الضابط انه ما خليه يطلع برات البيت، وانا بايدي اخذه على المدرسه وبايدي رجعه من المدرسه. الله يخليكم، بس سامحوا وعفوا عنه. شو يا ست موسين؟ ماشي الحال، خليه يعمل تعهد وامه تعمل تعهد كمان. شو يا سيد ابو وسيم؟ ماشي الحال، طالما نسيم سامحته نحن كمان سامحين، بس على شرط ما يعيدها. عود اكتب التعهد. عود اكتبه يا عبد المنيان.